السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم مع زينب فقي وأكلة جديدة. النهاردة معانا البنجر، هنعمل منه إن شاء الله كده نوعين. نسمي الله ونقول أول حاجة هنعمل سلطة. معايا بنجراية اهي سلقتها وقشرتها، ومعايا برتقانة، ومعايا شوية بقدونس مفرومين للجرنش. البنجر من الحاجات الحلوة جدا ومفيد جدا، مفروض يعني ايه نعود اولادنا عليه، لان يعني بصراحة في كتير اطفال بيتعودوش على الحاجة، وده بيجي دايما من الام. الام بتقولك انا ما بحبش ده او ما بجيبش ده، لا المفروض الواحدة ايه يعني تشوف ايه المفيد لاولادها وتحاول تجيبه وتعمله عشان ايه يستفيدوا بيه. اول حاجة هنقطع البنجر اهو، والله نقطع البرتقال الاول عشان البنجر هيعمل عمايله. نقطع قشر البرتقانة وأقطعها. أنا هو قشرت البرتقانة ما خليتش فيها أبيض خالص، هقطعها كده عشان نقطعها إيه كاريهات كبيرة. تمام أهي. طبعا إحنا زي ما قلنا دلوقتي ربنا يعافينا موضوع كورونا وكده، عايزين ايه حاجات اللي تغذي وتبقى فيها فايدة، يعني البرتقال فيتامين سي والبنجر حديد، كل دي الحاجات دي حلوة اهو. دي عشان السرة هنا بشيلها. تمام، نجيب البنجراية، شوف ما شاء الله مكانها اهو. طبعا البنجراية برضو انا قبل ما اغسلها، قبل ما اسلقها بكون غسلتها كويس قوي، تتسلق على نظافة زي دايما الواحد كده يعني يخلي حاجته ايه نظيفة، يبقى احنا ايه من نأمن من اي حاجة. دلوقتي هرش عليها شوية سكر، هما مش كتار طبعا، فمش هحط معلقة يعني، مش نص معلقة كده ماشي. وهحط ايه بقى، هحط معلقة خل. معلقة مش مليانة قوي عشان الكمية عندي مش كتير اهي ماشي. وهقلبه، سهلة جدا مفيهاش اي حاجة وبسيطة، بس ايه يعني نتيجتها حلوة. اهم حاجة الفايدة بتاعتها، الفايدة بتاعتها ممتازة. تمام، دلوقتي هغرفه اهو. فين شكله ما شاء الله، حاجة كويسة وسهلة وبسيطة جدا، مبياخدش مننا وقت. ادي شوية بقدونس جرنش بس على الوش. بس هنعمل بقى المكون التاني دلوقتي. معانا الحاجة التانية اللي هنعملها من البنجر والبرتقان، برضو معايا برتقان بلدي غسلته اهو، هقطعه نصين وهنعصره بالعصارة. تمام كله. طبعا انا كمان هقشر البنجر دلوقتي، ونعمل احنا هنعمل عصير بنجر على برتقال. اول حاجة فايدته وقيمته الغذائية عالية جدا. تاني حاجة ايه نعود اولادنا على الحاجة ايه الصح، يعني هيقولوا لا او كده، لان بيبقى طعمه حلو البرتقال، بيخلي طعمه كويس. لو عايزين تحطوا له معاهم مثلا معلقة عسل أو شوية سكر مفيش مشكلة ماشي. ده ايه البرتقال هنعصره دلوقتي، بس مبدئيا اهو قلنا ايه، مبدئيا هنعصر ايه
البرتقال اول حاجة. ماشي، مفيش احسن من ان الواحد يعمل حاجة فريش كده، ولا من عند بتاع عصير ولا من اي حتة، لا ده كده احسن. يتمر ضمنها غسلين احنا البرتقال، وضمنين احنا شايفين احنا بنعمل ايه، عارفين احنا بنعمل ايه، تمام. ما بيتعبش حتى العصارة اليدوي، يعني احنا طول عمرنا بنعصر على العصارة اليدوي، فعادي اوان تاخدش وقت. اخلص العصير وارجع لك. انا خلصت البرتقال، عصرته، حطيت شوية في الخلاط اهم عشان ايه، هضرب بيهم البنجر، والباقي سبته عشان ايه، كل واحد لو مش قادر يتقبل البنجر قوي يزود برتقال تاني. قادر خلاص، انا ايه هقشر دي. هقشرها ونشوف هنعمل فيها ايه. انا جبت المبشرة وهبشرها. هبشرها ليه؟ عشان الخلاط مش هيتحمل البنجر ناشف قوي، لو انا قطعتها وحطيتها فيه مش هينفع، هيبوظ الخلاط، فكده هيعمل معاها بسرعة. وبعد كده نصفيها لو احتاجت، يعني لقيته مش فيها تفل وكده هصفيها. خلص وارجع له. كده بشرتها اهو خلاص. على فكرة لو عايزين يعني نحط فيه حتة جنجر صغيرة اللي هو الجنزبيل، بيدي برضو عشان تقوية المناعة اللي قادر، بس حاجة يعني مش كتير، حاجة بسيطة اللي حابب يعني. ماشي، دلوقتي انا هعمل ايه، هفضيهم بالخلاط مع البرتقال واضربه اهم. اللي حابب يحط معاهم سكر طبعا يحط. اضربه بالخلاط اهو، شايفين؟ هنشوف برضو زي ما قلنا، اللي عايز سكر هيحط معاه سكر، مش عايز سكر خلاص. هو عشان البرتقال بلدي طبعا، انا ضفت له معلقتين سكر وهضربه تاني. ماشي، خلص معايا العصير اهو، حطه شفشة. عايزه اقول لكم تحفه، محتاجش يتصفى ولا حاجه. الجزر لما اتبشر جامد اتضرب مع البنجر، لما اتضرب جامد مع البرتقال خلاص، يعني عشان لما مبشو، عشان هو اتبشر اهو. بسم الله ما شاء الله، واحلى كوبايه عصير عملناها في البيت، ولا مكلفه ولا حاجه، ومغذيه جدا جدا. دي لو حد اشتراها بره طبعا، مش عارفة بيشتريها بكام، طبعا غالية قوي، احنا كلنا عارفين بره الاسعار طبعا. وطبق السلطة، سلطة البنجر كمان معانا، حاجتين من مكونين، عملنا حاجتين، حاجتين احلى من بعض ومغذيين. طبعا ايه، تاكلوهم بألف هنا وشفا، وجربوهم مش هتندموا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ما تنسوش تشتركوا بالقناة لو ما اشتركتوش لسه، واستنونا مع زينب فوكي وأكلة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.